السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الفيديو. هذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد التمرين بخصوص معادلات في نومبر كومبلكس، في الاعداد العقاديه. دونك عندنا هذه المعادلات وغادي نحاولوا نجاوبوا عليهم، يعني ايجاد حلول ديال الاعداد اللي كاين تما او المجاهيل اللي كاين تما. بحال دابا عندنا زيد، غادي نلقاو زيد. دونك هنا فهاد لي 4 غادي نلقاو زيد، وهنا غادي نحاولوا نلقاو اكس. مفهوم؟ دونك قبل ما تكملوا الفيديو يمكن لكم تحبسوا وتجاوبوا على ليكزيرسيس ومن بعد تشوفوا لا كوريكسيون. نبداو بالتصحيح. اول معادله عندي على هذا الشكل هذا، اللي هي كتساوي زيد بلس اي كتساوي موان دو زيد بلس 7. الهدف من هذه المعادله هذه هو ايجاد لانكوني اللي هو المجهول اللي هو زيد. دونك ايكيفالون كو، يعني ندير المجاهيل في طرف والمعالم في طرف، هادشي ديال الاعدادي ياك. دونك غير باش نحاولوا نتعودوا على هاد على هاد الشكل ديال اي، ملي كيخرج هاد اي هاد الجذر ديال اي، يعني خصنا نحاولوا نولفوه. ما عليناش، دونك زيد ندي 2 زيد نديها على بارتي اخرى تولي بلس 2 زيد ايتيغالا 7 بلس او موان اي ياك، سوكي كيفالون يعني 3 زيد ايتيغالا 7 موان اي ياك. دونك زيد شحال كتساوي؟ غندي 3 نقسمها عليه، يعني 7 سوغ 3 موان ان تيغ اي ياك الشاب. ومنه دونك زيد احنا لقيناه على شكل، حيتاش ديما الاعداد العقديه او حل المعادله او شي عجب كيتكتب لي على هذا الشكل اكس بلس اي ايغريك او ا بلس اي بي، هكا كيتكتب الشكل الشكل الجبري ديال عدد عقادي ياك الشباب، بحيث هذه هي لابارتي غيال وهذه هي لابارتي ايماجينار ياك الشباب. هكا كيتكتب العدد العقادي، مفهوم؟ الشكل الجبري. ما عليناش، ندوزو للسؤال اللي من بعد او المعادلة الثانية اللي هي اي موان زد اتيكالا اي زد موان 3 ياك. دونك نفس القاعدة، يعني عندي هنا زد، دونك عندي زد الجهة الأخرى تولي بون زد بلس اي زد ياك. دونك غتساوي اي بلس 3 مفهوم. ولكن هنا عندي هاد العجب، ماشي مشكل، غادي نخرجوها. دونك غادي نعمل بزيد كتساوي ان بلس اي كتساوي اي بلس 3 ياك. دونك سي تادير كو زيد ايتيغال ا اي بلس 3 سور ان بلس اي ياك. ولكن هكا دابا هذا كيساوي ليا زيد، خصني نكتبو على الشكل الجبري مفهوم. دونك خصني نحاول نتخلص من هاد اي اللي كاينه في المقام. باش نتخلص منها غادي نضرب في المرافق او الكونجوغي مفهوم. دونك غادي نضرب في المرافق اللي هو ام موان اي، نضرب فيه ونقسم عليه ام موان اي ياك، غتساوي ضربت عليه وقسمت عليه بحال ما درت والو، يعني يمكن هادي ديريكت نحسبها اللي هي ا او كاري موان بي او كاري اللي هي ام موان اي او كاري سي موان زان موان موان سي بلوس يعني 2 مفهوم. دو فوا تعجب هذا، يعني غادي نشر اي بون نشرها ماشي مشكل، هي اي موان اي او كاري سي موان زان سي بلوس 1 بلوس 3 موان 3 اي ياك، غتساوي دونك اي موان 3 اي سي موان 2 اي، 3 بلوس 1 سي 4 يعني 4 موان 2 اي لو تو سيغ 2 لي غادي تساوي نختزل ب 2 فيما بانت لي 2 نختزل بها تعطيني هي 2 موان اي في الاخير مفهوم. دونك هذا هو حل ديال زيد او حل ديال هذيك المعادله. ندوزو دابا للمعادله اللي من بعد اللي هي 3 زيد بار بون 3 زيد بار سيغ زيد بار بلوس 1 كتساوي اي ياك. بون هنا يا شباب عندي شويه ديرونجمون، ما عليناش نحاول نبسطوها شويه. 3 زيد بار كتساوي اي فوا زيد بار بلوس 1 مفهوم. دونك كيما قلت لكم هنا كاين شويه ديرونجمون، يعني ملي غادي نشر هاد اي وغادي نحاول نعمل بزيد، المهم ما عليناش ماشي مشكل، نمشيو معاه تنشوفو فين غادي نوقفو. دونك 3 زيد بار انا غادي ننشر وغادي ندير حاجه اخرى، يعني تولي موان اي زيد بار ياك كتساوي اي ياك. دونك كنعمل بزيد بار فا
facteur 3 moins i. Li katsawi liya i. Yak. Donc on minus z bar. Ajraïsawi. Li huwa i sur 3 moins i. Yak. Donc z bar. Ajraïsawi. خصني نحاول نحيد هذه العجبه اللي في المقام، يعني غنضرب في 3 بلس اي يعني المرافق ونقسم عليه، الى ضربت فيه لتحت يعني تولي 3 او كاري موان بي موان اي او كاري موان موان سي بلس 1 سي 9 بلس 1 سي 10، دونك لتحت غيعطيني 10، دونك 3 اي موان 1، دونك 3 اي موان 1 ياك، دونك على 10، دونك ومنه هي كتساوي moins 1 sur 10 moins bon plus 3 sur 10 i ياك الشباب. دونك باش نلقى زد كيف ما كنعرفوا هذه الزد بار، الزد الا كانت كتكتب لي على شكل a plus ib فان الزد بار كتساوي a moins ib ياك. باش نرجع من هنا لهنا ندير واحد بار اخرى، اذا درت بار لهذه ترجع لي للفوق، يعني الى درت البار للزد بار ترجع لي للزد، يعني باش نرجع للزد ندير المرافق ديال هادي، دونك الزد كيساوي المرافق ديال هذا. دونك كما قلنا المرافق لا بارتي ريال اللي ما كتبقى فيكس، لا بارتي ايماجينير هي اللي كتغير الاشاره ديالها. دونك عندي هادي لا بارتي ريال هي موان 1 سور 10 كتبقى هي هي، دونك هادي اللي فيها بارتي ايماجينير فيما كانت غادي نقلب الاشاره ديالها، كانت بلوس دونك غتولي موان، كتولي موان 3 سور 10 اي ياك الشباب. ومن هو توصلنا لهذا الجواب، دونك هذه هي لا بروميير ميثود، وكاينه لا ميثود اخرى نديروها ماشي مشكل، اللي هي وضع زد كتساوي اكس بلس اي ايغريك مفهوم، وغتولي عندي على شكل نظمه ماشي مشكل نجاوبو عليها. دونك عندها هذه، دونك زد الا كانت كتساوي اكس بلس ايغريك فان الزد بار غيساوي اكس موان اي ايغريك ياك، فيما بانت لي الزد بار نعوض بها نبدا من هاد لابارتي هادي اللي هي نفسها ياك. Donc il y a 3 facteurs z bar x moins y. Je regarde ça, oui. I facteur, ou une sorte, il y a i fois x moins i y plus i. Une sorte à z bar ou une sorte à 1. Donc c'est qui équivalent. Donc il y a 3 x moins i 3 y. Je regarde ça, oui. Il y a i x. Moins i fois i, c'est moins 1, mais le moins c'est plus, il y a plus y, plus i, voilà. Donc, on a mis nous, on a dit les x, on a mis les parties imaginaires ou les parties réelles, donc 3x moins y, on a dit y, j'ai l'autre. Donc, on a dit on a dit l'autre, voilà, on a dit la partie première. Donc, on a dit moins i moins i, donc on va dire moins i facteur 3y moins x moins 1 y'a que ça veut donc ça va être 0 vraiment. Donc si on a dit واحد a plus i b qui ça va être 0 les qui ça va être moins comme il est qu'on a de la partie ريال كتساوي 0 وهاد لابارتي ايماجينير تاعي كتساوي 0 باش يعطيني بان المجموع ديالهم كيساوي لي 0 مفهوم. دونك خاص هادي هي لابارتي ريال وهادي هي لابارتي ايماجينير مفهوم. دونك خص يكون 3x موان y ايكال 0 و هاد العجب هذا تا هو، سمحوا لي كاع واش عندي شي خطا واقيلا هنا، ملي عملت بالموان موان اي 3y هنا غتكون موان يعني غتكون بلوس x moins i عملت بموان تولي بلوس 1 فهم. دونك عندي هنا خطا يعني خصكون بلوس ملي فاكتوريزيت بموان، ومنه دونك و 3y بلوس x بلوس 1 ايتيكال 0. ومنه دابا نحسب هذا على شكل سيستيم، نعوض واحد بالاخر ولا نشوف كيفاش. دونك y نعوضها ب x يعني غتساوي 3x ياك، y اون فونكسيون دو x. فيما بانت لي y في لا دوزيام ايكواسيون نعوضها ب 3x، دونك كتولي 3 3y بلس دونك 3 فوا 3x يعني 9x بلس x بلس 1 ايتيكال 0، دونك سو كي ايكيفالون غتبقى y كتساوي 3x، هاد لابارتي يعني 10x كتساوي
كتساوي موانز 1 دونك ديريكتومون اكس كتساوي موانز 1 سور 10 دونك هادي هي اكس اكس نعوضها هنا في ايغري بون هو مين هو ايغري شحال غيساوي موان 3 سور 10 ياك الشباب دونك هادشي اللي عطاتني هنايا ها هي اكس موانز 1 سور 3 عوضت اكس في هنا عوضت هنا بموانز 1 سور 10 ضربت 3 مع موانز 1 بقات موان 3 سور 10 اللي هي ايغري فهم دونك هذه هي ايغري وهذه هي اكس دونك النومبر كومبلكس اللي هو زد اللي كيتكتب ليا على شكل اكس بلس اي ايغري دونك حنا مشينا قلبنا على اكس دونك لقينا اكس ولقينا ايغري اكس اللي كيساوي ليا هذه وايغري كيساوي دونك زد غيساوي موان 1 سور 10 موان اي 3 سور 10 فهم او موان 3 سور 10 اي اللي هي اكزاكتومون هذا العجب هذا هو داكشي اللي لقينا ياك راه هذه هي موان 3 سور 10 ياك الشباب اكزاكتومون داكشي اللي لقينا ياك دونك كاين دو ميثود يعني سوا توضع زد كيساوي اكس بلس اي غريك ولا تحسبها ديريكتومون يعني بعض المرات كديرونج راه دابا كيف ما غنشوفوا في هذه اللي من بعد غادي نديرونجو والله اعلم المهم غادي نشوفوا ليكواسيون اللي من بعد لدينا 5 زد بلس 7 زد بار plus 4i moins 3 est égal à 0 ياك دونك هنا عندي زد وعندي زد بار انا خصني نلقى زد مفهوم يعني كيما عندي كيما عندي كيفاش الا ونوضع ان زد كيساوي واحد اكس بلس اي ايغريك والزد بار المرافق ديالو اللي هو اكس موان اي ايغريك ياك وكل واحد نعوض بالقيمه ديالو عندي هنا زد وعندي هنا زد بار دونك تعطيني 5 فاكتور x plus y plus 7 z bar اللي هي كتساوي x moins y plus 4y moins 3 est égal à 0 ياك الشباب دونك غادي ننشر هاي دونك عندي دو انكونو يعني عندي x و y سي فاسيل يعني غنولي عندي واحد السيستيم غادي نشوفو كيفاش دونك 5x plus 5y اي plus 7x moins 7y plus 4i moins 3 est égal à 0 ياك دونك الى وصلت لهاد المرحله كنمشي نجمع المعالم في الطرف او لا بارتي ريال سمحوا لي لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير يعني اللي فيهم اي كنديرهم بوحدهم واللي ما فيهمش اي كنديرهم بوحدهم هما اللي كنسبق عندي 5 5 5 اكس 5 اكس هذه فيها اي لا 7x يعني بلس 7x دونك بلس 7x يمكن لي نجمعهم سمحوا لي انا 5x بلس 7x سي دونك 3 سي 12 12x دونك بون ما عليناش موان 3 ياك هذه هي لا بارتي اللي فيها اللي ما فيهمش لا بارتي ايماجينير دونك بلس اي نفاكتوريزي باي اي فاكتور عندي 5y ياك هذه ما فيهاش هذه فيها فيها موان 7 y ياك حتى هي خصني نجمع ماشي مشكل بلس 4 كتساوي في الاخر كتساوي 0 ياك دونك عندي البارتي الاولى اللي هي 12x موان 3 لا بارتي الثانيه اللي هي اي فاكتور كما قلنا 5 موان 7 سي موان 2y بلس 4 est égal à 0 هذه كتكتبيها على شكل واحد a plus i b الا كان كيساوي 0 دونك عندي كما قلنا a plus i b كيساوي 0 خصو يكون a كيساوي 0 i b est égal à 0 اي ياك دونك ومنو a عندي اللي هو 12x moins 3 خصو يساوي لي 0 و moins 2y plus 4 est égal à 0 ياك دونك غنجبد اكس ونجبد واي بكل سهوله يعني هذه غير معادله بالدرجه الاولى بمجهول واحد لكل معادله على حده يعني تولي هي مو سي 3 سي 12 اكس ايتيكال 3 سي 12 سي 1 سي
4 ياك سامبليفيت بلو 3 ولا بارتي الاخرى تولي ليا اللي هي y كتساوي 4 سور 2 اللي هي 2 ياك دونك وين منو z كيساوي x بلس y ايكيفالون كو z ات ايكال دونك فيما بنت لي x نعوضها عندي x كتساوي 1 سور 4 دونك هي 1 سور 4 بلس y يعني بلس y يعني 2y يعني y فوا 2 ولا 2y فهم دونك هادي هي الزد و الزد بار راه غندير غير المرافق ديالها دونك هي 1 سور 4 دونك لا هادي لا بارتي ريال ما كتبدلش لا بارتي ايماجينير كتولي موان يعني موان 2y دونك هادي هي الزد بار وهادي هي الزد ياك الشباب دونك ندوزو للعملية الأخرى اللي هي x كاري بلس x بلس 1 ات ايكال 0 ياك ملي كتعطيني بحال هاد ليكواسيون هادي حاجة عادية هادي ترينوم يعني خصني نقلب لو ديسكريمينون نحسبو اللي هو b كاري موان 4 ac ياك b هو واحد 4 ac سي موان 4 اللي كتساوي ديريكتومون موان 3 انفيريور ا 0 كيف ما كنا كنقولوا انها لا تقبل حلا ولكن هنا تقبل حلا علاش حيتاش هاد موان 3 يمكن لي نكتبها على شكل اللي هي بون هي اي راسين دو 3 لو تو كاري ياك يمكن نكتبها على هاد الشكل موان 3 نكتبها على شكل اي راسين دو 3 لو تو كاري حيتاش اي او كاري هي اي او كاري فوا 3 او كاري حيتاش نشرت هاد او كاري غيساوي اي او كاري سي موان 1 فوا راسين دو 3 او كاري سي 3 مضروبه في 3 موان 1 فوا 3 سي موان 3 اكزاكتومون هي هذيك مفهوم دونك انا كتبت موان 3 على شكل اي غاسين دو 3 او كاري اللي هي دلتا دونك دلتا هاني لقيتها دونك ها هو كتبته على شكل واحد عدد بوزيتيف ها هو كتبته على واحد الشكل اللي هو بوزيتيف يعني عندها حلين اللي هو اكس 1 كيساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا او زائد جذر دلتا سيغ 2 فوا ا هذا هو اكس 1 نعوض بي بي كيساوي 1 سي موان 1 بلس غاسين دو دلتا بلس غاسين دو غاسين دو هادي او كاري يعني غتحيد لو غاسين مع او كاري تولي دير نحط هادي كما للداخل يعني بلس اي غاسين دو 3 سور 2 فوا ا ا كيساوي ليا 1 سي 2 مفهوم ومن هو هادي هو اكس 1 مفهوم ميمكنش نسامبليفي يعني غير الا بغيت نشر نفرق داكشي وصافي يعني هي موان زان دومي بلس اي غاسين دو 3 سور 2 مفهوم هذا هو اكس 1 x2 اش كيساوي كيساوي موان b موان غاسين دو دلتا سور 2 فوا ا هادو هما هادي دابا كنطبق انا غير القاعده ياك الشباب كنطبق جوست هما القاعده ما عنيناش نعوض b كيساوي 1 سي موان 1 موان لو غاسين دو ها هو لو غاسين دو دلتا دلتا كيساوي ليا اي غاسين دو 3 لو تو كاري ياك هاد او كاري تمشي ليا مع دلتا غتساوي ديريكتومون اللي هي غاسين دو 3 اي غاسين دو 3 ياك الشباب دونك ملي كندير لو غاسين دو دلتا هادي هي لو غاسين دو دلتا سوا في الاولى سوا في هاد الثانيه هادي فهم دونك يساوي اي غاسين دو 3 سور 2 فوا ا ا كيساوي كيما قلنا واحد اللي هو 2 مفهوم دونك ومن هو اكس 2 كيساوي موان زان دومي بلس او اسمحوا لي موان اي غاسين دو de 3 sur 2 racine de 3 sur 2 مفهوم دونك هادي هي x2 مفهوم الشباب دونك نتمنى ان هذا العجب يكون واضح شويه سمحوا لي على لا كام ما كتوضحش ما عليناش دونك وصلنا للنهايه ديال الفيديو او النهايه ديال ليكزيزيس ليكزيرسيس اي حاجه ما واضحاش يمكن لكم تخليوها في التعليق المهم وترقبوا فيديوهات او تمارين جداد ان شاء الله بخصوص هذا العدد العقدية وخليت لكم الراحة والسلام عليكم.